دان 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 فلنفرح في كل مكان. أصحابي النهاردة معانا حرف جديد، حرف الباء. هنتعرف أكتر يا أصحابي مع بعض على حرف الباء. أصحابي يلا بينا نكتب حرف الباء. شنطة صغيرة فوق السطح، نمشي شوية على السطح، نطلع تاني فوق السطح. اوعوا تنسوا النقطة. اختار يا أصحابي. طيب أشكال حرف الباء يا أصحابي، ثلاث أشكال. في أول الكلمة بتمد إيديها عشان تمسك إيد أصحابها اللي بعدها. طيب وفي وسط الكلمة بتمد إيديها الاتنين عشان تمسك إيد أصحابها اللي قبلها وأصحابها اللي بعدها. طيب في آخر الكلمة يا أصحابي بتمد إيديها عشان تمسك إيد أصحابها اللي قبلها وبس. حرف الباء يا أصحابي ليه أربع حركات. لما حرف الباء يكون عليه فتحة نقول باء. طيب لما حرف الباء يكون تحتيه كسرة هنقول بي. طيب حرف الباء عليه ضمة هنقول بو. طيب حرف الباء عليه سكون يا أصحابي مش هنقدر ننطقه، لازم نستعين بحرف قبله عشان نقدر ننطقه. يلا بينا نستعين بحرف الألف عليه فتحة هنقول أب. شطار يا أصحابي. دا بطة. بي بطيخ. بو برتقال. باء تكون زي كلمة أب. شطار يا أصحابي. طب يلا بينا نلعب لعبة. الصورة اللي هتظهر هننطقها ونكتب حرف الباء مضبوطة. أول صورة معانا بنت. تاني صورة برتقال. تالت صورة معانا أب. معانا آخر صورة بيت. يلا يا أصحابي. بنت بنت دي بنت. شطار. برتقال بو بو برتقال. أب باء سكون. برافو عليكم يا أصحابي. بيت باء بيت. شطار خالص، برافو عليك. النهارده كان معانا حرف الباء. باي باي يا أصحابي.